بنت توحى أسرور. عايز منها إيه؟ وأنت مالك؟ آه أنا مالي. أتابيها البنت كل ما أسألها كنت فين تقولي عند حسام بيه؟ أنا مش فاهمة، هي بتشتغل عندي ولا عند حسام بيه؟ والله؟ طب اسمعي بقى أسرور، من النهاردة توحى دي تخصنا أنا، وأنا سايبها عندي كمانة، وقت ما احتاجها تجيبها لي على طول. بس ده وقف حالي يا حسام بيه، الزباين لما بيجوا يسألوا عليها ما يلاقوهاش بيمشوا. وافتكر بقى ان ده قطع ارزاق. ارزاق يا بنت انت فاتحه جزخانه؟ ده انت شويه نسوان شمال، لولايا انا كان زمانكم مرمين في السجون. لو احنا شمال يا حسام بيه، امال تقول ايه بقى على اللي بيسترزق من شأن النسوان الشمال؟ يا بنت نسيت ان انا جبتك من الاداب وخفيت ملفك اللي هناك، نسيت ان انا جبتك ونظفتك وعملتك ست وانت ما تسويش. بس وماله، لو عايزه ترجعي تاني تترمي على البرش من النهارده هنيمك عليه. انا طول عمري ست يا حسام بيه، وانا لو اترميت على البرش مش هترمي عليه لوحدي، لو اتقبض عليا هقول على كل حاجة. ضحكتي. ومين بقى هيصدقك؟ ها؟ ده انت في النهاية حتة ست قذرة بتدير شقة دعارة وبتفتري على ضابط شريف مشهود له بالكفاءة. تفتكري هيصدقوك انت ويكذبوا حسام بيه؟ أعلى مفخرك ركابه يا حسام بيه. ماشي يا سرور، ماشي، وغلاوتك هدفعك التمن غالي. كده؟ كده يا خالتي؟ كده تعملي فيا كده؟ وأنا اللي فاكراكي زي أمي؟ قال يعني أمي اللي بتخاف علي؟ وانا مالي يا بنت ومال امك؟ انا ده انا بخاف عليكي زي عينيا. ده انت الحته الجوانيه يا خوخه، وبعدين يا بنت ما حصلش حاجه. اصل انت ما حسيتيش باللي انا حسيته ولا كشفتي على حد. انت ما شفتيش كانوا بيبصوا لي ازاي، بالذات الراجل الكبير ده. ما خلاص يا بنت، ما خلصنا. وبعدين يا حبيبتي ما فيش حاجه ببلاش، عشان كده اهو متاع عينك نصيبك اهو، خدي واشفقي نفسك. ايه ده كتير قوي؟ لا مش كتير ولا حاجه، وعشان تعرفي اللي يشتغل مع الحاجة تقى يتبشبش ويتقشقش وتبقى قشيته معدن. وتتعبيه؟ انا لسه موجوعة قوي. ما خلاص يا بنت بطلي كهن بقى. بقولك ايه، اطلعي فوق خدي لك دش كده وتبقي تتعسل. والله الوضع فظيع. وبعدين بقى اعتبري نفسك كنتي متجوزة. ايه يا خالتي، وانا اللي هرسيكي؟ ده حاجة وده حاجة تانية خالص. يا سوسة ما انت عارفة كل حاجة ورثتي على كل حاجة. على طريق جواز جايبة لك يا بنت عريس يجنن، هتقولي تسلم ايديك يا خالتي. تصدقي يا خالتي ما بفكرش في الموضوع ده غير لما كده بيهف عليا ان انا لازم اجيب عيل، عايزة عيل كده هشتكوى بشتكوى يملى عليا حياتي. عيل؟ جرايه يا بنت يا خوخة، ده انا بقول عليكي عاقلة وعارفة الدور ورثتي عليه. عيال ايه؟ بذمتك انتي لو انا عندي عيل ولا تيل ولا جره ولا لفعه كنت هعيش في العز ده كله؟ جاتك خيبه. العيال دول مسؤوليه يا حبيبتي، وما راهمش الا الهم وهيوقفوا حالي. لا ما انا مش هجيب عيال غير لما ترستق والاشياء تبقى معانا. ايوه كده. بصي يا خوخه، عايزه اقولك يا اختي كلمتين عشان خالتك تقى، اصل انا الدنيا فرمتني وليا خبره فيها اكتر منك بكتير. الدنيا ما بتديش كل حاجه يا اختي، ما بتديش كل حاجة، يا تديكي راجل وبيت وعيال واستقرار، يا تديكي فلوس وعز وفسح وعيشة مرتاحة، وانتي اللي عليكي تختاري. انا مخلية امري على الله، هو بقى عارف انا عايزة ايه، يا يديهوني يا ما يديهونيش. اسم الله عليكي يا اختي. ايوه كده، ربنا يقوي ايمانك، استجيب منها يا رب. وقف، ممكن الرخص؟ اتفضل.
اقف، ممكن الرخص؟ ممكن تنزلوا من العربية؟ الرخص فيها حاجة؟ شوية إجراءات بسيطة بس، هنفتش العربية. يلا يا بنتي تعالى. فتشوا العربية. تربتين حشيش مرة واحدة؟ ده كده اتعشت يا رجالة. حشيش ايه؟ انا معرفش حاجة عن الحشيش ده. انا عارف، احنا اللي حاطينهم في العربية. قبضوا عليهم وخدوهم على البوكس. يعني ايه قبضوا علينا؟ يا بسلطي الحقيقة ايه حضرة الظابط؟ في ايه؟ انا مش فاهمة في ايه؟ اسمك وسنك وعنوانك. سرور عبد الحميد الصفتي، 50 سنة، ساكنة في 20 جامعة الدول المهندسين. ما هو ردك في التهمة المنسوبة إليكي بأنك بتتاجري في المخدرات؟ ما حصلش يا باشا، ما عرفش حاجة عنها. اكتب: وقد أنكرت المتهمة صلتها بالمخدرات. أمال يا سرور، المخدرات اللي لقوها في شنطة عربيتك دي بتاعت مين؟ والله يا باشا ما أعرف، يعني دي حتى لو بتاعتي يعني حاجة بالعقل كده هخبيها في شنطة عربيتي؟ أكيد هخبيها في أي حتة تانية، إن شاء الله في ملابسي الداخلية. عايزة تقول إيه؟ عايزة أقول إن الموضوع ده مزقوق لي يا باشا. ومين ده اللي عاوز يأذيكي أوي كده؟ واحد أنا شاكة فيه مفيش غيره. اللي هو مين بقى؟ ظابط. ظابط اسمه حسام نبراوي، في دايرة المهندسين يا فندم. وهو عاوز يعمل معاكي كده ليه؟ أصله كان عايزني يعني لمؤاخذة في الحرام وأنا رفضت. بعد كده حاول يتحرش بيا كذا مرة، ولما قلت له أنا هشتكي في تفتيش الداخلية قال لي يبقى مش هيطلع عليكي شمس تاني أبدا. أنت عارفة معنى كلامك ده إيه؟ أيوة يا فندم. عندك دليل أو شهود حد شافه يعني هو بيتحرش بيكي؟ أيوة، في حد شافه. اللي هو مين بقى؟ أيوة يا باشا ساعدتك، حصل قدامي. حاول يتعرض لها كده يا باشا فشتمته فكان هيضربها، فقامت قايله له والله لا بلغ تفتيش الداخليه. وبعدين؟ مفيش يا باشا، اما هو قال لها لو عملتي كده انا مش خليكي تشوفي الشمس تاني. حصل امتى ده؟ اول امبارح سعادتك. عايزه تقولي حاجه ثانيه؟ لا يا باشا، لو عندي حاجه هقولها. اكتب: وقد امرنا نحن حسن فكري رئيس نيابه الجيزه باستدعاء الضابط حسام النبراوي لسماع اقواله فيما هو منسوب اليه. اقفل المحضر في ساعته وتاريخه. خير يا ابله؟ طمنينا. لعبها حلوه قوي حسام. طب والعمل ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربنا. المهم دلوقتي اوقفوا النشاط خالص وداروا في اي حته. بازوكا خلي بالك من نفسك عشان اكيد حسام هيحطك في دماغه. ما تقلقيش عليا يا ابله. المهم انت خلي بالك من نفسك، لو احتجتي اي حاجه انا هجيبها لك، وان شاء الله ربنا هيفك سجنك وهتطلعي توريهم. كله على الله، ويعني هو السجن جديد عليا بس وشرف امي اللي هدفعك الثمن غالي قوي يا حسام الكلب. خلاص يلا كفايه بقى كلام بقى، يلا خلاص. ايه يا دفعه؟ بالراحه علينا شويه. مش كده بقى، ما تاخدش في بالك. بقول لك ايه ابله، بصي دي سجاير وشويه اكل، لو احتجتي اي حاجه انا كل يوم هجيب لك. وبقول لك ايه، لو احتجتي بجد اي حاجه قولي لي كلميني. بقول لك ايه يا بازوكا؟ نعم يا ابله. ما تنسيش تحطي لي فلوس في الكانتين. يا سلام يا ابله، عيني ليك يا ابله. ده انت خيرك مغرقني. يلا بقى يا عم، بالراحه عليها بس شويه كده. ليه